يا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا، واللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه وطبعا الاخبار العالميه. وزي عادتنا كل يوم بنبدا حلقتنا باهم العناوين. الظهير الايسر صنع في الزمالك. مهاجم الزمالك اهتمام خاص. الزمالك في الكونفدرالية ذكريات التتويج. عمرو شوقي في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع حلقتنا النهاردة واللي حابين جدا نعرف رأي حضراتكم عنه ومنتظرين إجاباتكم، هو مكاسب الزمالك خلال فترة التوقف قبل مواجهة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية. منتظرين آرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. الزمالك جاهز لضربة البداية، ده أهم عناوين حلقتنا النهاردة، ودي أهم حاجة هنبدأ بيها النهاردة حوارنا مع جماهير نادي الزمالك العظيمة في كل مكان. وحلقة جديدة من برنامج أخبارنا، عندنا كلام كتير جدا، عندنا قضايا كتيرة جدا، حلقة دسمة مليئة بالأخبار والقضايا، هنتكلم فيها عن كل صغيرة وكل كبيرة طبعا في المقام الأول والأخير تخص فريقنا. أول ملفات هنتكلم فيها النهاردة وبدون الخوض في تفاصيل يعني فنية دقيقة، هنتكلم عن فريقنا وبدأ في الساعات الأخيرة استعداداته لمباراة أبو سليم الليبي. الصفوف هتكتمل بانتظام طبعا لاعبتنا الدوليين وعلى رأسهم النجم الكبير طبعا زيزو، غير ان انت كمان عندك في لعيبه راجعه من اصابه زي سيف الدين الجزيري راس الحربة، واحد برضو من اهم اللعيبه وقوه ضاربه. ان كابتن معتمد جمال دلوقتي قدامه مهمه صعبه جدا جدا في الكواليس، وهي مهمه اختيار التشكيله الاساسيه للفريق او اللي هيواجه بيها ابو سليم الليبي. في مراكز لسه هيتم المفاضله فيها زي مركز الهجوم، يعني انت دلوقتي عندك اكينيولا وعندك ناصر منسي، ده غير ان كمان سيف الدين الجزيري، ولكن لو جاهز بنسبه 100%، وانا هنا بقول جاهز بمعنى ان هو يكون جاهز فنيا، وما ننساش ان هو لسه راجع من اصابه، ولكن نتمنى طبعا نشوفه في تشكيله ابو سليم الليبي. ده غير ان انت كمان عندك في خط الوسط عندك بقى هنا حيره كبيره جدا، الحمد لله عندك لعيبه كتير جدا جاهزه، عندك عمرو السيسي جاهز، عندك رؤى، عندك دونجا، عندك اوباما، عندك شيكا، عندك نضاي، عندك زيزو، كل دول الحمد لله جاهزين ومستعدين. عندك كمان مفاضله في الدفاع، وان كان في خط الدفاع بالذات الاقرب ان حمزه المسلوسي وعبد الغني، وخاصه كمان بعد اصابه حسام عبد المجيد. فانا من هنا عايزه اطمنك ان فريقك جاهز الحمد لله، جاهز بنسبه 100%، ان شاء الله المواجهه دي تبقى لينا. عندك غيابات برضو ما تنساش، عندك مصطفى شلبي، ولكن الحمد لله باللي بقوله لكم دلوقتي او بستعرض مع حضراتكم وبدردش معاكم كده، الحمد لله انت عندك في كل مركز لاعب وعندك اتنين بيتم المفاضله ما بينهم، وده بيخلق نوع من انواع منافسه شرسه كده بين اللعيبه، كل واحد عايز يلعب، ولكن منافسه طبعا مطلوبه ومحتاجينها. المطلوب دلوقتي من لعبتنا تنفيذ التعليمات والثقة في جماهيرهم وفي أنفسهم، والثقة في أنفسهم دي يعني هننتقل ليها كمان شوية، ولكن مهم جدا جدا أن هم يكونوا واثقين في نفسهم، واثقين كمان أن هم وراهم جماهير هتدعمهم طوال المشوار. أنتوا قدامكم مشوار صعب هيبتدي بسبع مباريات منهم أربعة في الكونفدرالية، والكونفدرالية لما بنتكلم على بطولة الفوز فيها مش رفاهية، الفوز فيها ده طبيعي منطقي مطلوب لا يتم التنازل عنه مهما كان. الزمالك بيراهن على المباريات دي، اولا انت محتاج تحسم الصدارة في المجموعة عشان تتأهل لدور الثمانية في الكونفدرالية، تاني حاجة ترجع تنافس على الدوري وتقول انا بنافس في دوري، بنافس في كونفدرالية، تبقى ماشي خطوة بخطوة وتبقى ماشي مباراة بمباراة، كل مباراة ليها اعتباراتها، كل مباراة ليها معاييرها، كل مباراة ليها كمان تشكيلة، كل مباراة ليها حساباتها. يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تبقى
مباريات كلها طبعا في صالح نادي الزمالك وفي صالح ان احنا ندخل المباريات دي بقلب جامد كده ان شاء الله ونحقق فيها الفوز. ده غير ان انت كمان ما تنساش انك انت وراك جماهير، ان شاء الله اتمنى برضو ان يكون في دعم جماهيري كبير جدا في المباريات، وده يكون دافع بالنسبه للعيبه في مباراه ابو سليم اللي انا بعتبرها زي ما بقول لكم ضربه البدايه في المسابقه، مسابقه الزمالك بياخدها بذكريات التتويج اللي حصل في 2019. واتمنى اتمنى ان شاء الله الموسم ده ان احنا نكرر هذا الفوز العظيم مره اخرى. دي كلها كانت استعدادات الفريق لهذه المباراه. تعالوا بقى نروح لموضوع تاني برضو مهم، نروح للفريق وقضايا. الاداره بصراحه انا شايفه ان هما دلوقتي في سباق مع الزمن، رفع عقوبه القيد الشتوي، حل مشكلات الفيفا القديمه، تواصل زي ما كلنا عارفين مع سبورتنج لشبونه علشان غرامه شيكابالا. فالحقيقه الناس شغاله على قدم وساق لحل تلك المشكلات، عندك غرامات، عندك حاجات كتير جدا انت محتاج ان انت تشتغل عليها الفتره اللي جايه، في تحركات قانونيه لباقي القضايا. وهنا لازم نقف على اللي بيحصل في الكواليس من جانب مجلس الاداره. الحقيقه ان انا شايفه ان من اول يوم، واحنا دلوقتي بنتكلم بعد مرور شهر واحد بس، الحمد لله مجلس ادارتنا واخد خطوات سابق بيها الزمن، زي التأكيد على مبادئ النادي وإصدار قرارات تربوية تاريخية، ودي نقطة مهمة جدا وتحسب طبعا لمجلس الإدارة وتحسب لنادي الزمالك عموما، ودي قرارات تاريخية هيذكرها بعدين التاريخ ويقول نادي الزمالك في هذه المواقف أخذ التصرف كذا وكذا، فدي حاجات تحسب الصراحة. العمل على حل أزمة المستحقات وسداد جزء كبير جدا جدا من المديونات، تشكيل جهاز فني بقيادة كابتن معتمد جمال وبلوغ نهائي كاس مصر، توفير احتياجات الفريق اليومية، وده طبعا أمر وارد جدا وأمر طبيعي جدا في ظل كثرة القضايا الموجودة. وكان آخرها كمان أن أنت هتلعب مباراتين سواري الغيني في القاهرة، ولسه في ملف التجديد شغالين فيه، وعندك ملف كمان ترتيب الصفقات الجديدة، وعندك ملف سداد الغرامات. الشغل اللي ورا الستار ده له انعكاس مهم جدا على فريق الكرة، وانت دلوقتي الحمد لله نادي الزمالك بينعم باستقرار، بينعم بهدوء داخل نادي الزمالك، انت كنت في امس 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 الحاجة ليه. حالة الهدوء اللي موجودة دلوقتي لا عظيمة جدا، وانت واحنا كنا دايما بننادي بيها ودايما كنا بنقول عايزين استقرار، عايزين هدوء، عايزين ما حدش يبقى عارف عننا حاجة. انت عندك احلام وردية وايمج تاني بيرجع، انت عندك ايمج نادي الزمالك ده، انت بتتكلمش في حاجة بسيطة، ده ايمج نادي الزمالك لازم تبقى الايمج بتاعته بالصورة اللي تتمناها جماهير نادي الزمالك، اللي احنا دلوقتي الحمد لله بنمشي على الخطة دي في اول الطريق، ان انت يبقى عندك ايمج بتقول فيها انا نادي الزمالك واحنا موجودين ونادي الزمالك بينافس، وان احنا مش اي حد يعرف يجيب في سيرتنا ولا اي حد يعرف يتكلم علينا. السرية التامة اللي موجودة دلوقتي، كل ده الحمد لله كنا بننادي بيه، ودلوقتي احنا ماشيين على هذه الخطة، انك بتعمل صورة ذهنية عن نادي الزمالك اللي المفروض اصلا نادي الزمالك يبقى فيها. فالحمد لله احنا دلوقتي ماشيين في الطريق ده. وفي حاجه كمان او ملف تاني يمكن ما خدش حقه الاعلامي، وهو اضافه رعاه جدد لفريق الكره. انا بشوف ان ده اهم واخطر ملف في نادي الزمالك، انك تسوق منتج تاريخي، منتج ليه شعبيه طاغيه بشكل يتناسب مع تاريخه وعراقته، ده هيكون بصراحة أكبر استثمار لنادي الزمالك في الفترة اللي جاية. كل بكلمكم فيه، كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها، كل حاجة قدامك بتحصل في أقل من شهر من تسلم المجلس المهمة. فلازم كلنا الفترة اللي جاية بصراحة نكون ورا المجلس، نكون ورا المجلس خاصة ان احنا شايفينه ماشي بخطى إيجابية كلها في صالح نادي الزمالك، قراراته كلها بنسبة 100% لحد دلوقتي في الصالح العام ولصالح نادي الزمالك وبس. حقيقة أنا بتمنى لهم التوفيق، كل التوفيق ليهم، كل التوفيق لشغلهم الفترة اللي جاية. المهم مش سهلة الصراحة، المهمة صعبة جدا، ولكن ماشيين بشكل كويس جدا. كل التوفيق لفريقنا، كل التوفيق لفرقتنا الرياضية في كل اللعبات عموما، وإن شاء الله يكون اللي جاي أفضل أفضل، وده اللي احنا كلنا بنتمناه. ورسالتنا اللي دايما معتادة لجماهيرنا،
لازم تكون انت الداعم، داعم وداعم كبير كمان، داعم لإدارتك، لفريقك، لناديك. ولسه الموسم طويل، واللي بيحصل دلوقتي ما هوش شغل اليوم ولا اتنين ولا الموسم ولا اتنين، لا ده المستقبل والسنين جايه. انا مش عايزاكم تبصوا لتحت رجليكم وانه في الموسم ده بس، لا اكيد ان شاء الله بنعمل في شغل بيحصل الموسم ده، لا احنا كمان عايزين نشتغل للمستقبل. فدور الجماهير دلوقتي هو الدعم. وفي حاجه كمان عايزاكم تبقوا ورا كل لاعب من فرقكم، حتى لو كان مثلا في فتره من الفترات انتوا شفتوا ان لاعب ما بيأديش احسن اداء او ما بيعملش اللي عليه، بايديكم انتوا اللي ممكن تخلوه بجد في حته تانية. لما اللاعب يبقى موجود وتندهوا عليه وتهتفوا باسمه وتدوله دفعه معنويه وتحسسوه ان هو مهم عندكم، ده هيخلي اللاعب نفسه عايز يثبت نفسه قدامكم، عايز يقدم احسن ما عنده لان شايف جماهير وراه بتدعمه. فانتوا الدور اللي عليكم الفتره الجايه، لو الجهاز الفني بقياده الكابتن معتمد جمال اشتغل شغل نفسي عالي جدا الفتره الاخيره، ودى اللعيبه فرص واللعيبه انتهزت الفرص دي وحققت ارقام كويسه، فمهما كان. وبرده كمان مجلس الاداره ابتدى ان هو يدعم نفسي ويدعم دعم معنوي كبير جدا للعيبه بقياده طبعا كابتن حسين لبيب وكل القايمه اللي معاه وكل اعضاء مجلس الاداره اللي معاه، ولكن هيفضل دايما الدعم الجماهيري هو الاهم. اللاعب لما يلاقي جماهيره بتدعمه هو بيستقوى بيهم، اللاعب بيستقوى بالجماهير، والجماهير تحب قوي برده في نفس الوقت ان زي ما هي انت هتستقوى بيهم ان انت كمان كلاعب تقدم احسن ما عندك علشان خاطر جماهيرك اللي انت هتفضل تستقوا بيهم وهما كمان بيستقوا بيك. طيب زي ما قلت لكم احنا لسه طبعا هنبتدي حلقتنا من اخبارنا. حالا زي ما اقول لكم نادي الزمالك طول تاريخه الحمد لله طول عمرنا عندنا مواهب، مواهب دي صنعت تاريخ كبير جدا داخل نادي الزمالك. تعالوا مع بعض نشوف تقرير عن مركز الظهير الايسر في نادي الزمالك، وبعدها نرجع ونبدأ أخبارنا. الظهير الأيسر صنع في الزمالك. بدأت أخبارنا النهاردة من عند الفريق الأول اللي واصل تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة أبو سليم الليبي يوم الأحد اللي جاي باستاد برج العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية. وعقد الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني في حضور الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة قبل انطلاق مران اليوم. واتكلم الكابتن أحمد سليمان مع اللاعبين والجهاز الفني عن أهمية المرحلة المقبلة، وحرصا على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة إفريقيا ومحليا. وأكد عضو مجلس الإدارة على ثقة الجميع في اللاعبين والجهاز الفني وقدرتهم على مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة. زي ما قلت لكم في البداية كان مهم قوي الدعم المعنوي والتحفيز قبل استئناف المباريات بعد فترة التوقف الدولي، ودي حاجة الحقيقة تحسب لإدارة نادي الزمالك. الدعم المعنوي الفترة دي مهم جدا جدا جدا. لسه مع اخبار الفريق الاول، وادى مصطفى شلبي لاعب فريقنا تدريبات تاهيليه على هامش مران النهارده، وده بعد اصابته الاخيره وغيابه طوال الفتره اللي فاتت. ويخوض مصطفى شلبي المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي في ظل اصابته بكدمه قويه في وجه القدم، مما تسبب في غيابه عن الزمالك في المباريات الاخيره. حاليا الزمالك دلوقتي بيستعد طبعا لمواجهه ابو سليم الليبي يوم الاحد اللي جاي في استاد برج العرب باسكندريه في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية. طبعا نتمنى إن شاء الله مصطفى شلبي يرجع في أسرع وقت. في إطار استعدادات الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، الكابتن معتمد جمال كان حريص جدا على تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن، والنهاردة خلال المران خصص الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال فقرة خاصة للمهاجمين، وكان المدير الفني حريص على تدريب المهاجمين على استغلال الفرص من أجل التسجيل، بالإضافة كمان لتخصيص فقرة خاصة للتعامل مع الكرات العرضية لاستغلالها بالشكل الأمثل، وده بمشاركة لاعبي الوسط من خلال إرسال عرضيات على القائم القريب والبعيد.
أدى محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعه ثلاثي الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك تدريبات تاهيليه على هامش مران النهارده واللي اقيم على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله استعدادا للقاء ابو سليم الليبي المقبل في الكونفدراليه الافريقيه. وخاض الثلاثي فقرات تاهيليه متنوعه تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهم من اجل العوده للمشاركه في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة. وزي ما قلنا قبل كده ان الكابتن معتمد جمال حريص جدا على متابعة اخبار طبعا المصابين وبرنامجهم التأهيلي ومدى استجابتهم كمان للعلاج وطبعا موعد عودتهم. وكان كابتن معتمد طلب من الدكتور محمد أسامة انه يجهز تقرير شامل عن المصابين وموعد عودتهم، طبعا نتمنى عودتهم في اسرع وقت. يعني احنا معانا خبر جميل جدا، خبر انساني بحت. نادي الزمالك استقبل الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل في تدريبات الفريق الاول لكره القدم النهارده الاربع، وده لتحقيق طلبه بالتواجد في مقر القلعه البيضاء ومقابله نجوم الفريق. وتواجد الشاب الفلسطيني في تدريبات فريق الكره وحظى باستقبال كبير جدا من جميع اللاعبين واعضاء الجهاز الفني، وحرص كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره النادي والمشرف على الكره خلال تواجده في تدريبات الفريق على الحديث مع الشاب الفلسطيني، مؤكدا له بان الزمالك بيرحب به في اي وقت، وشدد كمان على دعم النادي دائما وابدا للقضيه الفلسطينيه. وكان الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل ظهر في احدى اللقطات المسجله يؤكد حلمه هو زيارة نادي الزمالك ومقابلة نجومه المفضلين. ليقود عبد الواحد السيد مدير الكرة بالتنسيق مع نادي الزمالك والجهاز الإداري بالتواصل مع الشاب. حقيقة احنا دلوقتي معانا تليفون من عبد الرحمن نوفل الشاب الفلسطيني. عبد الرحمن احكي لي عن سعادتك دلوقتي وقول لي بقى حققت حلمك. والله يعني أنا مبسوط اليوم، يعني خشيت نادي الزمالك يعني، وهذا يعني شرف إلي إني أخش نادي الزمالك، واليوم يعني انبسطت كثير واستقبلوني أحلى استقبال يعني من قبل لعيبة الزمالك، يعني إشي يعني لا يوصف يعني في الفرحة، وانبسطت كثير يعني. اوصف لي مشاعرك كده. على فكره احنا قدامي دلوقتي لقطات بتسلم على كل اللعيبه، ناصر منسي، نبيل عماد دونجا، المسلوسي، وكان شيكا كمان موجود في الاول، وكان في زيزو ومحمود حمدي الونش كمان. ده انت قابلت كل النجوم يا عبد الرحمن النهارده. طبعا. كان احساسك ايه؟ طبعا كان احساسك ايه يا عبد الرحمن؟ نعم، كان احساسك ايه بقى وانت بتقابل شيكا وزيزو وكل نجوم فريق؟ والله يعني لما قابلتهم يعني انبسطت كثير، وهذا شرف إلي إني أقابل يعني أحد اللاعيبة في نادي الزمالك، ويعني انبسطت كثير يعني، واستقبلوني أحلى استقبال يعني، وإشي يعني لا يوصف في القلب يعني. احنا عينينا ليك اصلا يا عبد الرحمن، وشرف لينا برضو وجودك بصراحه داخل نادي الزمالك. عايز اسالك بقى عن الكواليس، اللي دار بينك وبين شيكابالا وبين كمان باقي اللعيبه؟ والله يعني اول ما قابلت شيكابالا يعني انبسطت كتير، وقعد يحكي معي يعني وقال لي كيف حالك شو اخبارك، قلت له الحمد لله كويس، وصار يطمن علي ودعا طبعا لاهلنا في غزه يعني، وطبعا اللاعب زيزو يعني اتصورت معاه وحكيت معاه يعني وقلت له كيف حالك شو اخبارك، وقال لي تمام الحمد لله، وقال لي ان شاء الله يعني راح تكون يعني معنا في نادي الزمالك، وان شاء الله يعني نبقى مع بعض يعني. اشمعنى نادي الزمالك بالتحديد يا عبد الرحمن اللي كنت حابب ان انت تزوره وتزور لعيبته، وان يبقى حلمك انك انت تدخل نادي الزمالك كمان وتكون مع اللعيبه؟ يعني واضح ان انت يعني والله اشي يعني اشي من زمان، هذا يعني نفسي اخش، ان يعني من زمان نفسي اخش نادي الزمالك واخش واحضر يعني ماتشات للاعيبه يعني واشوفهم يعني، هذا شيء من زمان يعني، ونفسي اخش نادي الزمالك، والحمد لله يعني اتحقق الحلم يعني. انت زملكاوي من صغير يا عبد الرحمن؟ نعم، يعني زملكاوي منذ الصغر ولا ايه حكايه حبك للزمالك؟ من زمان انا بحب الزمالك، انا دم زملكاوي طبعا، يعني عندنا في غزه رابطه للزمالك طبعا يعني مشجعين. موجود انت من ضمن الرابطه دي؟
أكيد طبعا. تمام، ده انت عاشق يعني لنادي الزمالك. آه طبعا يعني زملكاوي الحمد لله. بشكرك جدا يا عبد الرحمن، واتمنى طبعا انت الفترة اللي جاية تكون كمان جنب نادي الزمالك وتبقى موجود في المباريات، وسعيدة كمان باللفتة اللي حصلت من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، وان اللعيبة استقبلتك وكابتن احمد سليمان. طبعا بشكر حضرتك جدا، وبشكر حضرتك طبعا يا كابتن عبد الواحد سيد على هذا الاستقبال لي عبد الرحمن داخل نادي الزمالك، وتلبية رغبته وتعبيره هو كمان عن حب وعشق نادي الزمالك، انه حد بيقول ان هو بيحبه ونفسه انه يروح نادي الزمالك. سريعا ما تم الاستجابة لي طلبه ووجوده كمان مع الفريق، وشفنا استقبال كمان الفريق لي عبد الرحمن. نتمنى طبعا احنا نشوف عبد الرحمن الفترة الجاية كتير جدا طبعا داخل نادي الزمالك ان شاء الله. طيب احنا كده نكون خلصنا اخبار نادينا، تعالوا مع بعض نروح لمجموعة من اخبارنا المتنوعة. بداية اخبارنا المتنوعة من عند منتخب البرازيل، واللي تلقى هزيمة تاريخية هي الاولى من نوعها على ارضه وسط جماهيره في تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وده بعد خسارته على يد منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت فجر الأربع، في مباراة شهدت أحداث عنف كبيرة جدا، وكاد منتخب الأرجنتين أن ينسحب من المباراة، واللي كانت ضمن منافسات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال اللي بتستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولم يسبق لمنتخب البرازيل انه خسر على ارضه في تاريخه، في تاريخ مشاركته بتصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لنهائيات كاس العالم قبل كده، والخساره هي الثالثه على التوالي لمنتخب البرازيل في تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لكاس العالم 2026، وهي واحده من اسوأ النتائج في تاريخ السامبا عبر التاريخ في التصفيات. دلوقتي الارجنتين تتصدر جدول ترتيب التصفيات امريكا برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد منتخب البرازيل في المركز السادس برصيد 7 نقاط فقط. لسه مكملين مع مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم، وكان ليونيل ميسي حريص إن هو يتكلم على وسائل الإعلام، وأكد إن منتخب الأرجنتين بيحقق أشياء تاريخية، وعلق كمان على تعامل الأمن البرازيلي مع مشجعي الأرجنتين، وقال إن العنف اللي حصل في المباراة غير مقبول تماما، وده رد على سؤال بخصوص رغبته في الانسحاب من المباراة بسبب العنف اللي اتعاملت بيه قوات الأمن مع المشجعين، وقال إن وقال ميسي إنه تعرض للإصابة لكنه كان حريص على خوض المباراة للنهاية، وده بعد ما حققت الأرجنتين فوز تاريخي على البرازيل اللي خسرت لأول مرة في تاريخها على أرضها في تصفيات المونديال. لسه مكملين اخبارنا العالميه، والموقف اللي بيمر بيه المنتخب الالماني الحقيقه محير جدا، لان المانيا خسرت للمره الثانيه على التوالي في فتره التوقف الدولي الحاليه، اللي امبارح خاضت المانيا مباراه وديه مع النمسا على ارضها وخسرت بثنائيه دون رد، ودي الخساره الثانيه بعد الهزيمه الاولى على يد المنتخب التركي في المباراه اللي اقيمت في المانيا. ألمانيا بتستعد لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، وخلال فترة التوقف الدولي بحكم كونها البلد المستضيف خاضت ألمانيا مباراتين وديتين، واحدة قلنا لكم أمام تركيا والتانية أمام النمسا، وخسرت في المباراتين. علشان كده يعني التساؤلات كترت حول مستوى المنتخب الألماني اللي ودع كأس العالم الأخير من دور المجموعات. احنا كنكون خلصنا أخبارنا، أخبار فريقنا وكمان أخبارنا المتنوعة، نطلع فاصل قصير جدا وبعدها نرجع ونستقبل ضيفنا الأستاذ عمرو شوقي المحلل الرياضي. ورجعنا لكم مرة ثانية ونستقبل ضيفنا الأستاذ عمرو شوقي المحلل الرياضي والفني. منور الدنيا يا عمرو، وسعيدة جدا بوجودك معايا النهارده. أنت اللي منورة ومتألقة، ومبسوط جدا إني معاكي، ومبسوط إن أنا في قناة الزمالك. شرف لينا، وأنا عارفة إن أنت زملكاوي صميم يعني. نبيت يعني. عايزين نتكلم عن حاجات كتير جدا، عندنا مباريات كتيرة جدا الفترة الجاية وضغطة مباريات، ولكن الأهم وحلم جماهير نادي الزمالك الكونفدرالية. طبيعي. بدايتها مع مباراة
ابو سليم الليبي. في الاول عايزك تعرفني مين هو فريق ابو سليم الليبي، بعد كده نبدا بقى نتكلم فني ان احنا ازاي شايفين المباراه. هو مبدئيا الناس مستغربه من الفريق، اول حاجه من اسمه ابو سليم الليبي، فريق يعني اسم مش معتاد، لكن هو بيقع في حي ابو سليم، احد اكبر احياء العاصمه الليبيه طرابلس. فهو اصلا نادي عاصمي اتأسس عام 76، يعني بعد اكتر من نص قرن من تأسيس نادي الزمالك. الفروق التاريخيه كبيره جدا ما بين الناديين، لكن في نفس الوقت فريق ابو سليم اول مره يلعب دوري ممتاز في ليبيا كان موسم 2018-2019، اللي هو للمفارقه الموسم اللي الزمالك اتوج فيه بالكونفدراليه، ودلوقتي هو بيقابل الفريق في الكونفدراليه. فلما كان هو لسه بيخطو اول خطواته مع الدوري الممتاز في ليبيا، كان الزمالك واخد كونفدراليه، بيتوج بالكونفدراليه. فالفروق ما بين الناديين كبيره جدا، لكن في نفس الوقت النادي ده نادي محترم. ليه؟ كنت لسه اقول لك دي هتفرق يعني تاريخيا. الفقرات التاريخيه دي هتفرق بقى في ارض الملعب؟ بتفرق طبعا في ارض الملعب، مفيش شك بتفرق في ارض الملعب، لكن لو اتخذت المباراه بجديه من قبل لعيبه الزمالك، وهنيجي لده دلوقتي. لكن عايز الاول اتكلم على ابو سليم الليبي. هو فريق ان انت توصل اول مره تلعب دوري في 2018، في 2023 تكون بتلعب في الكونفدراليه، فده انجاز كبير جدا، ويدل ان الفريق ده عنده شخصيه وفريق قادم بقوه. فاي استهانه باي شكل من الاشكال بالفريق ده ممكن تكلف الزمالك كتير، خاصه ان دي المباراه اللي افتتاحيه في دور المجموعات، وكل الزملكاويه عارفين ان قد ايه المباراه دي مهمه، ولما الزمالك بيتعثر في اول مباراه في دور المجموعات قد ايه بيواجه مشاكل. طبعا يعني احنا عندنا في دوري ابطال 2021 كانت اول مباراه اتعادلنا مع المولوديه 0-0 في القاهره. أيوه. وكانت اول مباراه في دور المجموعات، انتهى الامر بخروج الزمالك من دور المجموعات. نفس الكلام في 2022، اول مباراه كل الناس فاكراها بتاعت بترو اتلتيكو لما تعادلنا 2-2، وكانت مباراه يعني فيها فرص كتير جدا ضايعه ما تتنسيش، وفي النهايه برضو نفس الموضوع انتهى ان الزمالك خرج من دور المجموعات بعد التعثر ده. وفي 2023 نفس الموضوع، الزمالك المره دي خسر من شباب بورسعيد 1-0 في المباراه الافتتاحيه في دور المجموعات برضو، وانتهت انتهى الامر لان الزمالك خرج وودع دور المجموعات. فما فيش اي سبيل للاستهانه المره دي باول مباراه. ما تبصش لاسم الفريق اكتر حاجه تبص لها ان دي اول مباراه، هتسهل على نفسك الامور لو كسبت، وهتصعب على نفسك الامور جدا جدا لو تعثرت لا قدر الله. فمهم جدا ان اللعيبه تاخد الامر بجديه، ولسه في الذاكره مباراه ارتا سولار. يعني قد ايه الفروق ما بينه وبين الزمالك كبيره، وتعبنا جدا وصعدنا بالعافيه في مباراه الاياب بعد ما عملنا ريمونتادا رائعه. طبعا احنا مش ناسيين ان الزمالك عنده مشاكل وعنده نواقص وكان عنده عدم استقرار، لكن دلوقتي الامور احسن. بالظبط، دلوقتي الامور احسن حتى من الدوري اللي احنا خدناه بتاع السنه الموسم اللي قبل اللي فات. اعتقد وضعك دلوقتي يعني كاستقرار وهدوء افضل مليون مره. انت دلوقتي صحيح. في حته تانية من ناحيه الاستقرار والهدوء، اقصد ان ما فيش بقى مبررات تاني تخليك تخرج عن السياق، او انك ما تلتزمش، او انك ما تبقاش مركز جوه الملعب، او انك تاخد المباراه بجديه زي ما قلت. بالظبط بالظبط. وبرضو في ذاكره جمهور الزمالك واقعه ولايه اديتشه، برضو فريق صغير خرجنا قدامه في الكونفدراليه. فالتفاصيل دي كلها تقول لك ان انت ما تستهنش من المباراه دي، وانت دلوقتي عندك استقرار وعندك مجلس اداره بيوفر على قدر الامكان اللي الفريق محتاجه. فانت عليك ان انت تركز في الملعب وتركز في المباراه وتاخدها بجديه علشان تحسمها مبكرا. خاصه ان يعني الزمالك داخل البطوله وهو عينه على التتويج، مش اي حاجه تانية. طبعا. يعني انت مش بس عينك على الصعود، انت عينك على الوصول النهائي وتتويج بالبطوله. واي حاجه اقل من كده الجمهور ما يقبلش بيها. طبعا، لان انت الموسم اللي فات ما قدرتش تحقق بطولات، فانت المفروض بقى الموسم ده ترضي جماهيرك. يعني انا استحملتك موسم، فانت الموسم اللي بعديه حتى لو انت شايف انك في الفتره دي واقفه قيد وفي مشاكل مرينا بده قبل كده وقدرنا نتوج ببطولات، فانت مطلوب منك الموسم ده انك تحقق بطولات، ومطلوب منك في اللحظه دي انك تستغل الصحوه اللي حصلت قدام بيراميدز، وبعد تعيين مدير فني جديد، وبعد انتخاب مجلس اداره جديد. كل دي تفاصيل انت المفروض تشحنك معنويا علشان تدخل على البطوله دي وانت هناك على التتويج باللقب، عشان تستعيد مره اخرى التتويج بالالقاب القاريه، ويرجع نادي الزمالك بقى الثاني سابق عهده. بالظبط. نتكلم بقى عن المباراه دي عموما بقى فنيا شايفها ازاي؟ تمشي ازاي؟ المباراه فنيا مش صعبه. يعني مش صعبه على الزمالك، لكن زي ما قلت لك بشرط ان الفريق ياخدها بجديه. الزمالك عنده غيابات ابرزها مصطفى شلبي، وخاصه ان احنا يعني
دلوقتي في بعد القرارات اللي اتخذت من الاداره بتاعت الثلاثي اللي تمرد وخرج من المعسكر، فالزمالك كمان عنده اصابات، عنده الونش غايب، عنده محمود علاء غايب، عبد الله جمعه، فانت عندك يعني غيابات كتير جدا عن الفريق، لكن برضه يظل الزمالك قادر على حسم المباراه. بالنسبه للتشكيل الزمالك في المباراه دي غالبا هيكون عواد في حراسه المرمى، عندنا في الدفاع ممكن يبقى المسلوسي ومحمد عبد الغني، جنبهم ثالث ممكن يبقى عبد الشافي شمال او محمد طارق يمين. يعني مش عارف هل المعتمد جمالي ممكن يخلي عبد الشافي يبدا ولا لا، مش عارف، لكن لو هيبدا فهيبدا ناحيه الشمال جنبهم. هيبقى ثلاثه في خط الظهر هم دول، يا اما طارق يا اما عبد الشافي جنب عبد الغني والمسلوسي. عندنا في في في, في نص الملعب ممكن نلعب باربعه، نضاي ناحيه الشمال، قدامه مثلا زيزو عشان يعملوا جبهه مع بعض زي ماتش بيراميدز، الناحيه الثانيه هيبقى سيد عبد الله نيمار برده قدامه شيكابالا عشان يعملوا جبهه مع بعض زي ماتش بيراميدز، وفي القلب هيبقى في مثلا دونجا وجنبيه عمرو السيسي او رؤى، وقدام في الهجوم ممكن يبقى اوباما او سيف الجزيري. اوباما او سيف الجزيري. طب في ناس تقول لك طب ما ناصر منسي مثلا متالق الفتره الاخيره، او سامسون اكينيولا متالق الفتره الاخيره. ده يتحدد حسب الخطه اللي الموضوع للماتش. لو انا مثلا هلعب على العرضيات وهستهدف حد بيلعب دماغه كويس، فاكيد اكيد هيبقى ناصر منسي. وشفناه في ماتش بيراميدز ازاي نزل في الشوط الثاني صنع هدف بدماغه وسجل هدف بدماغه. فلو احنا هنلعب بـ 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 على العرضيات ففي الحاله دي ناصر منسي افضل، اما لو احنا هنلعب في العمق فلا، ممكن يبقى الافضل هنا يا اما اوباما يا اما سيف الجزيري. فحسب الخطه يعني، بس مفيش مشكله في النهايه الثلاثه يصلحوا. مين يبقى قوى ضربه مع كابتن معتمد جمال ينزل يقلب له موازين المباراه من اللعيبه؟ المفاجاه انه سامسونج. بجد؟ ليه لا؟ يعني هو مؤخرا شفناه في ماتش بيراميدز نزل في حاجه جديده، هي مش عارفين، بس شفناه نازل بروح جديده، عايز يعمل حاجه، عطشان وجعان كوره، فنزل عمل اداء كويس. شفناه في ماتشات الوديه مؤخرا بيسجل اهداف، توت عنخ امون والهلال الليبي يعني. فليه لا ما يكونش هو يعني في ظل النواقص الكتيره جدا في فريق الزمالك، ليه ما يكونش سامسون هو الورقه الرابحه اللي موجوده على الدكه لو تعاملنا معاه نفسيا كويس؟ دي نقطه مهمه. انت مهم الفتره دي اكيد كابتن معتمد جمال، يعني اللي حصل في مباراه بيراميدز هو ما لحقش كابتن معتمد يشتغل مع الفريق فنيا بشكل كبير، هو اكيد اشتغل نفسي ودعم معنوي. حاجتين، نفسي وكمان الضربات الثابته. احنا لو ركزنا في ماتش بيراميدز هنلاقي ان الزمالك سجل ثلاث اهداف، الثلاث اهداف كلهم من ركنيات، حتى هدف سامسون اللي جه من لعبه حلوه بدا اصلا من ركنيه اتلعبت اتردت الناحيه الثانيه انتهت بهدف، فالثلاث اهداف كانوا من ركنيات، فده معناه ان كان في تركيز على الضربات الثابته، وده ذكاء من المدرب. أنا المدرب ومن كابتن احمد مجدي كمان. صحيح صحيح يعني صحيح. كابتن احمد مجدي متاكده ان هو ليه دور كبير جداً. في الضربات الثابته مع الفريق. خاصه اكيد طبعا ساعد كابتن معتمد جمال في ان هم ينجوا بالفريق بمباراه بيراميدز، خاصه ان انا زي بقول لك ان الناس كانت ما كانتش متوقعه انك انت بالمباراه هتبقى ند بند للدرجه دي. صحيح. اما تكون انت لسه داخل على فريق جديد، انت لسه متولي المسؤوليه وعندك ماتش مهم زي بيراميدز، فانت محتاج تشتغل على تفاصيل صغيره تخلص لك الماتش. ده بالظبط اللي حصل. انت اشتغلت التفاصيل اللي اشتغلت عليها، اول حاجه الضربات الثابته اللي جبت بيها ثلاث اهداف، وتاني حاجه ضربات الجزاء، انك كنت داخل متدرب كويس على ضربات الجزاء، الحارس بتاعك متدرب، دخلت حسمت الموضوع بضربات الجزاء. فالتفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق لما تكون انت لسه ماسك الفريق وقدامك ثلاث او اربع ايام قبل ماتش مهم جدا وحاسم قبل نهائي كاس مصر قدام بيراميدز. بالظبط. كانت مباراه صعبه الصراحه، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتخطى مباراه نبني عليها لابو سليم الليبي وللي جاي. صحيح. ايه الحاجات برضو اللي المفروض نعالجها الفتره الجايه في النهايه؟ في الزمالك دلوقتي، في الزمالك اكتر حاجه كانت محتاجه تتعالج هي اللي بتتعالج دلوقتي بالقرارات اللي اتخذت، اللي انت وصفتيها بالتاريخيه في المقدمه، قرارات تاريخيه من الاداره. ان هي ابرز حاجه ان كان في تسيب، ما كانش فيه التزام، شيكابالا بيحاول يلم الفرقه، لكن في نفس الوقت وجود اداره قويه قراراتها رادعه كان مهم جدا في اعاده الاتزان للفريق واعاده حاله الحزم. فلما حصل التمرد بتاع الثلاثي وخد مجلس اداره قرار بعرضهم للبيع وايقافهم، ده فرق جدا في ماتش بيراميدز، فرق جدا مش بس عند اللعيبه، احنا شفنا كمان الجمهور واقفين مع قائد الفريق، واقفين مع قائد الفريق في التمرين، في التمرين حصل، وبيقولوا له مفيش لاعب اهم من الفريق، مفيش لاعب اعلى من الفريق، أكيد. احنا مع الاداره، وهتفوا للاداره في المدرجات، هتفوا الكابتن حسين لبيب وان هم معاه ضد اي لعيب.
فعبروا عن موقفهم لقائد الفريق. معاه في الصح برضه لان هو خد قرارات صحيحه 100%، فهم معاه في الصح لان هم شايفين مع كامل حبهم للعيبه دي، بس هم برضه عارفين ان مفيش يعني انت النادي ده هو اللي يعني هو اللي عملك او هو اللي هو صنعك اللي او انت صنعت اسمك داخل النادي ده، والنادي ده اداك وشهرك وحاجات واداك فرص كتيره جدا، فانت كان واجب عليك انك انت ترد الجميل ده بانك مظبوط. تكون ملتزم طوال الوقت، انك الجماهير دي تبقى يعني معاها طول الوقت، ما تغزلهاش صحيح ما تغزلهاش صحيح. يعني ده اللي كان المفروض يحصل يعني. صحيح. في بقى حاجات كتير الاداره شغاله عليها، ودي حاجه يعني حصلت بسرعه جدا في اقل من شهر. الاداره خدت خطوات كتيره جدا تقول لك ان هي ماشيه على الطريق الصحيح. اول حاجه كانت رفع الحجز عن ارصده النادي في البنوك والتصالح مع مصلحه الضرايب. دي مشاكل جمهور الزمالك كان خلاص تخيل انها هنعيش حياتنا كلها قاعدين نتكلم مع مصلحه الضرايب ومع البنوك ومش مش قادرين ان احنا نصرف من فلوسنا ومن ارصدتنا. فدي كان اول حاجه يعني عملها المجلس نجح فيها. تاني حاجه كانت انهاء التعاقد مع اسوريو. ولو شفنا البيان اللي صدر بالقرارات امبارح على الصفحه الرسميه للنادي، هنلاقي مكتوب في القرار انهاء التعاقد مع اسوريو ومع المساعد بتاعه بدون اي خلافات او منازعات. لا بالتراضي، وحطوا الجمله دي بعد كلمه التراضي، بدون اي بدون اي خلافات او منازعات، عشان بنرسخ صوره جديده للزمالك. الزمالك مش دايما هيبقى النادي اللي عنده مشاكل وقضايا في محكمه الكاس والفيفا بيقف على القيد والكلام ده كله. صورة جديدة وإيمج جديدة للزمالك، خلاص احنا العهد اللي فات ده انتهى وبنبدأ صورة جديدة وعهد جديد. فدي كانت برضو حاجة مهمة ان انا انهي التعاقد بالتراضي وبدون خلافات وبدون منازعات وبمنتهى الهدوء، وصدر ده للإعلام وصدره كصورة تسويقية عن نادي الزمالك. بالزبط. دلوقتي أي حد عايز يعلن عن نادي الزمالك، احنا دلوقتي شفنا رعاه جدد لقميص النادي. ايوه. رعاه جدد دول هيجوا ازاي؟ هيجوا بحاجات زي كده. ان انا حتى لما بنهي علاقة بشكر المدير الفني على الصفحة الرسمية وبني الموضوع بالتراضي وبطريقه شيك. غير كده كمان الزمالك شكل لجنه التعاقدات، وبرده كتب في الـ في الـ في, الـ في البيان الرسمي للحفاظ على اموال النادي. كلنا شفنا برده الفترات الاخيره كان في مشاكل وكان في امور ليها علاقه بالتعاقدات، الجمهور نفسه بقى يهتف في المدرجات ان في مخالفات ماديه بتحصل وماليه بتضر الزمالك، وان الوكلاء بيتحكموا في صفقات الزمالك وكلام زي كده. فانا وقتي قفلت الباب ده كله، باب الوكلاء، بحاجتين. اول حاجه ان انا اعمل فريق سكاوتنج يقدر ان هو يتعاقد مع نجوم ومواهب في دوريات الدرجه الثانيه في في, في 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 افريقيا في اي مكان. مش هعتمد بقى على الوكلاء خلاص، هعتمد على الفريق اللي انا شكلته علشان يعمل سكاوتنج ويبتدي يبص على المواهب في كل مكان في افريقيا وفي مصر، علشان اتعاقد مع اجانب جيدين ومع لعيبه جيدين من غير ما اضطر الجا للوكلاء وتحصل المشاكل بتاعت اللي كانت بتحصل في الاداره السابقه. غير كده موضوع رفع الايقاف، الزمالك شغالين عليه بشكل كويس جدا. مع المجلس كمان بقاله بالظبط يعني شهر، وشايفه ان في فعلا يعني الناس بتشتغل على قدم وساق في هذه النقاط. عايزه برضو اروح معاك لحاجات تانية، لمباراه ابو سليم الليبي، ونصيحتك ايه للعيبه في الوقت ده، خاصة ان كمان وكمان نتكلم على فترة ازاي كابتن معتمد جمال استعد للمباراة دي بالوديتين، هل هما كانوا كفاية لمواجهة ابو سليم الليبي ولا كان ممكن يبقى محتاج اكتر؟ لا يعني اعتقد ان هما كانوا كفاية، مش محتاجين اكتر. ولو هنوجه نصيحة للعيبة فهي ان انت حتى كلعيبة عارفين ان الزمالك عنده حاليا نواقص فنية، وان قائمة الزمالك حاليا ممكن تكون لا تليق باسم نادي الزمالك. ازاي اعوض ده؟ اعوض ده بالروح. ما عنديش حاليا وسيله تانية اعوض بيها ده غير الروح. اللي حصل في ماتش بيراميدز ان هو انت ازاي شحنت اللعيبه دي بالطريقه دي في 3 4 ايام، ده يحسب للجهاز الفني. اللعيبه لازم تبقى عارفه ان انا ما قداميش اي حل غير ان انا اخد كل مباراه بجديه، واخد كل مباراه باعتبارها مباراه بطوله. انت عندك في الدوري انت لعبت 6 ماتشات بس، 6 ماتشات، الدوري 34 اسبوع. انت عندك ما زال عندك فرصه، رغم ان انت خسرت ماتشين وتعادلت ماتشين، ما زال عندك فرصه ان انت تتوج بالدوري وتنافس على الدوري، فما تفوتش الفرصه دي من ايدك. خش كل ماتش باعتباره، فاكرين من سنتين كنا بننافس على الدوري وفضلنا 7 ماتشات؟ أيوه. كنا بندخل كل ماتش باعتباره نهائي.
ايوه دي من اعظم الفترات ان انت تبقى داخل المباراه. انا دي بالنسبه لي نهائي، وانا احس قوي ان انت لازم يبقى عندك الروح اللي بتاعت انا مش هخرج من ارض الملعب دي غير وانا واخد الثلاث نقاط. مزبوط. مهما كان الثمن اللي هيحصل انا مش خارج من هنا غير لما افرح الجماهير اللي قاعده ورايا دي، وغير لما اخد الثلاث نقاط بتوعي. بس بقول برضو وارد الاخفاق، وارد الاخفاق صحيح. بس بتبقى في مره مرتين، ما يبقاش بس ايه كتير، لازم اقدر ان انا نادي الزمالك صحيح. وفي حاجه تانية بقى على المستوى الفني غير بقى الروح، على المستوى الفني الاداره تعاقدت مع فريق سكاونتنج زي ما قلنا، وكمان تحليل اداء. ايوه تحليل الاداء ده حاجه مهمه جدا جدا في كره القدم الحديثه. ولو هنتكلم على تحليل الاداء هنرجع لماتش بيراميدز. تمام. وهنرجع للهدفين اللي سجلهم بيراميدز، الهدف الاول عن طريق فيستون مايلي والهدف الثاني عن طريق مصطفى فتحي. الهدفين دول اتسجلوا ازاي؟ رمي التماس من ناحيه اليمين لعبها الشيبي، نزلت اتلعبت جوه منطقه الجزاء سجلها فيستون مايلي، ده الهدف الاول. الهدف الثاني برضو رمي التماس من ناحيه اليمين لعبها محمد الشيبي، نزلت على حدود منطقه الجزاء اتلعبت جوه منطقه الجزاء سجلها مصطفى فتحي. اترمي التماس من ناحيه اليمين لعبها محمد الشيبي، نزلت لاسلام عيسى في منطقه الجزاء سجلها هدف. يعني بيراميدز اخر ست اهداف سجلهم في كاس مصر منهم ثلاثه بداوا برمي التماس من ناحيه اليمين عن طريق الشيبي. تمام. هنا بقى اهميه محلل الاداء او فريق تحليل الاداء ان هو التفاصيل دي الانماط المتكرره دي هو بيبقى محضرها مذاكرها، بيحطها تحت ايد الجهاز الفني بالزبط. وتحت ايد اللاعبين، وبيقعد يذاكرها مع اللاعبين وازاي يعني مثلا في كره البنك الاهلي احنا شفناها واتلعبت في الدوري، الشيبي دايما بينفذ رميات تماس من ناحيه اليمين خطيره. فاذا رمي التماس مش المفروض ان انا اتعامل معاها بتراخي، اقف عادي كده، اتعامل معاها باعتبارها ضربه ركنيه فاخدها بجديه واتمركز صح واتعامل معاها صح، فتكون النتيجه ان انا احمي الزمالك من هدفين كان ممكن ما يدخلوش لو انا عارف ان بيراميدز بيعتمد على رميات التماس. فوجود فريق تحليل الاداء هنا هيحط المعلومات دي قدام الجهاز الفني، فتكون النتيجه ان انا اتفادى اخطاء متكرره زي دي. فدي نقطه. تمام. النقطه الثانيه الهدفين اللي احنا شفناهم دلوقتي دول سواء اللي سجله مايلي او اللي سجله مصطفى فتحي، الكره اتنقلت على حدود منطقه الجزاء، اتسقطت واتلعبت في منطقه الجزاء وانتهت بهدف عن طريق الاثنين لعيبه. طيب مباراه بيراميدز والزمالك اللي انتهت 2-2 في الدوري في الجوله الاولى من الدوري 2-2 فاكرها؟ طبعا. الزمالك كان كسبان 2-1 ورمضان صبحي اتعادل بهدف جميل جدا 2-2. لو بصينا على 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 هي دي هي دي المباراه. جدا. ولكن برضو لازم يبقى في جانب تاني من قبل اللعيبه، وهو التركيز داخل الماتش بنسبه 100%. يعني لا خلاف في ده، انك انت تبقى جوه المباراه مركز بشكل كبير جدا. ده ازاي اللعيب يحققه، خاصه ان زي ما بقول كل الاجواء اصلا اللي حواليك بتقول لك انك لازم تبقى مركز. هو في اكتر من اللي جمهور الزمالك بيعمله طول ال 90 دقيقه. انا صدقني انا عمري ما هنسى ركله الجزاء بتاعت بيراميدز الاخيره اللي كان بيسجلها لما هتف العواد سددها مصطفى فتحي. صحيح. حصل. والجماهير وقتها جماهير واعيه والله جدا 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 الله. قعدوا يهتفوا عواد عواد واحسن جون في مصر و والله عواد صدها. اقول لك على موقف مشابه ده انا برضو حضرته في الملعب، بما ان احنا داخلين على الكونفدراليه نهائي الكونفدراليه 2019 زيزو كان داخل يلعب الضربه الحاسمه في نفس الوقت قام داخل حازم امام، كانت الناس بتفطر في الشارع وقتها كان في رمضان بالظبط، كان يوم جميل في نفس الوقت اللي داخلين على ضربه جزاء الحاسمه راح حازم امام داخل الملعب وبيتخانق مع حد من نهضه بركان. فزيزو واقف ماسك الكوره ولسه لعيب صغير وجاي جديد، كان اول موسم ليه اول موسم ليه في الزمالك، ما كناش حتى نعرف ساعتها انه بيعرف يشوط ضربات جزاء ومميز فيها، ما كناش احنا نعرف. فحازم امام دخل عمل مشكله او حوار كده، فالماتش وقف وضربه جزاء وقفت ودي الضربه الحاسمه وزيزو يخرج عن تركيزه. مش عارف كام 70,000 يمكن في الاستاد او كام كلهم في بق واحد زيزو 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 هدفه لزيزو عشان يستجمع قوته وما يخرجش عن تركيزه. دخل سجل الكوره وكانت الضربه الحاسمه اللي بسببها حصدنا الكونفدراليه. فجمهور الزمالك جمهور واعي جدا، جمهور ذكي جدا. ولقطه شيكابالا اللي اتكلمت عنها من شويه لما وقفوا مع شيكابالا وقالوا له ان الزمالك فوق اي لعيب، الزمالك اهم من اي لعيب وبندعم الاداره، وقالوها بنبره حاسمه. لا وفي مباراه ارتا سولر بالظبط يعني الناس كلها كنت اقول لك طبيعي جدا انت خلاص المباراه دي اكون او لا اكون. فكره ان انا اقعد اهتف او نفضل نهتف 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 واحنا خسرانين فالفريق يقدر يرجع برومونتادا والماتش يبقى ليك بالظبط.
فاللعيب محتاج يستمد منين الثقه اكتر من الجمهور ده؟ اللعيب يستمد الثقه من الجهاز الفني اكتر ولا من مجلس الاداره اكتر ولا من الجماهير اكتر؟ مين اللي يديله دفعه قويه جدا ويحس ان هو في ظهره وبيتسند عليه؟ من كله، بس من مهما كله. حصل زي الممثل على المسرح كده. تشجيع الجمهور هو الجمهور رقم واحد. الجمهور رقم واحد، فاللي الجمهور الزمالك بيعمله في كل الماتشات، الماتشات الصغيره قبل الماتشات الكبيره، اكتر حاجه ممكن اللاعب يستمد منها الثقه عشان يعرف ان انا بمثل نادي كبير، لابس تيشيرت فريق كبير، فلازم ان انا ادافع عنه بروح وبقتال في الملعب. حتى لو عندي بعض النواقص انا بالروح وبالجماهير دي اقدر ان انا اتخطاها واحقق نتائج ايجابيه واحصد بطوله ان شاء الله الموسم ده يا رب ان شاء الله. انا عايز اكلمك على بعض من اللعيبه، شايفه مستواهم مقارنه بالمواسم اللي فاتت اتحسنت كتير جدا الموسم ده، منهم حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي بيقدم يعني بجد يعني سيمفونيه كده عظيمه جدا داخل ارض الملعب، تعرف تحس ان دلوقتي انت مطمن ان المسلوسي موجود، راجل ما بيبخلش ابدا ابدا جوه ارض الملعب. المسلوسي من اللعيبه اللي كل موسم تلاقيها مع الوقت بتيجي تتطور، فتلاقيه في المراحل اللي انت هتحتاجيه تلاقيه. يعني هو ممكن تلاقيه مثلا ساعات بيرتكب اخطاء في الجولات الاولى في بدايه البطولات اما نكون لسه راجعين من اجازه، لكن مجرد ما الفريق يخش جوه البطوله وجوه التركيز هتلاقيه دخل وتالق بيبقى اكتسب حساسيه المباريات. تقصد ايه؟ هو بيحمل شخصيه شمال افريقيا اللي هي بتبقى شخصيه قويه جدا في الملعب، ما بتتاثرش بالضغوط، ما بتتاثرش بالتفاصيل الصغيره اللي ممكن تخرج اي لعيب عن تركيزه. فلا هو لعيب شخصيته قويه، عنده امكانيات مميزه جدا بالذات في الجانب الدفاعي. وكمان من المدربين اللي طوروه كان فيريرا، ما نقدرش ننسى دور فيريرا في تطوير المسلوسي. دي حقيقه بصراحه. لا هو بقاله فتره متالق، وبالذات كمان برضه في مباراه بيراميدز كان متالق جدا. مين تاني من اللعيبه اللي شفت ان هم الموسم ده لا يجي منهم ودول تراهن عليهم لنهايه الموسم انك انت باللعيبه دي تقدر تحسم الكونفدراليه وتقدر تحسم كمان دوري؟ عايز اقول ان نبيع عماد دونجا كان بدا بدايه مهتزه مع الزمالك شويه، لكن واحده واحده ابتدى برضو يجي وابتدى مستواه يتطور. هو لعيب بيلعب بروح قويه جدا، وهو المسؤول عن الحته الدفاعيه في نص الملعب، خاصه ان هو جنبه لعيبه على المستوى الدفاعي مش بنفس الكفاءه زي مثلا رؤى زي عمرو السيسي، لكن هو لعيب مقاتل بيقدر ان هو في اصعب المباريات يديك اداء على الاقل يعني اداء متوسط، يعني يوم ما اداؤه بينزل بقى متوسط. لكن بنشوف بعض اللعيبه في وسط ملعب الزمالك جنبه ممكن ماتش يدوك 8 من 10 وماتش يدوك 2 من 10. بس مثلا رؤى وعمرو السيسي ليهم مباريات لا كنت لما بتراهن عليهم لا كانوا بيأدوا بجد بشكل كويس جدا مبهر. انا برضو مش هطلب من لعيب يتخطى امكانياته. انا مثلا لازم ابقى عارف ان رؤى ده ابرز ميزه عنده الكرات الطوليه، بيقدر يلعب كرات طوليه مظبوطه جدا. فانا لو اعتمدت عليه في الشوط الثاني وانا كسبان ان هو ينزل يدعم الحته الدفاعيه ويعمل زياده عدديه في نص الملعب، وما تجيله الكوره انا بكون بلعب على المرتدات مثلا، يلعب لزيزو ويلعب لمصطفى شلبي، فهقدر استغله صح. طب ما هي يمكن الفكره في كده انه ازاي انا كمدرب اقدر استغل العناصر اللي عندي او المجموعه اللي عندي على حسب مراكزهم. بالظبط، وده دور محلل الاداء. بالظبط، محلل الاداء يعني دوره حاسم في النقطه دي. فلازم ابقى انا كمدرب عارف امكانيات اللعيب ده ايه، هستخدمه في انهي وقت في المباراه، هستخدمه في انهي حته. مش كل لعيب نص ملعب هيقدر مثلا يقوم بالجانب الهجومي. بس الصراحه برضو المدربين معذورين في الزمالك، يعني ساعات ما بقاش عندي خيارات غير عمرو السيسي مثلا ان انا العبه 8. عمرو السيسي ما ينفعش على 8، مش امكانياته، انا كده بظلمه ومش هاخد منه حاجه وهيتم انتقاده طبعا، وهيتم انتقاده فهيتضغط زياده فالامور هتسوق اكتر. فهنا برضو هم معذورين. طب هيجيب يعني اوسوريو في فتره من فترات جاب فتوح لعبه في نص الملعب، تمام، طب دلوقتي مفيش فتوح، طب هنعمل ايه بقى؟ هيضطر معتمد جمال يعتمد على عمرو السيسي او رؤى في خط وسط رقم 8. فدي امور يعني ساعات بيبقى في حاجات انت مجبر عليها وفي حاجات ليها حل وليها علاج، مش كل حاجه المدرب هيقدر يحلها. انت مع ان كابتن معتمد جمال اصلا يكمل معانا ولا جميل قوي. عايز يبقى فيه مدرب اجنبي؟ انا هربطها بحاجه تانية. لو الحاجه دي حصلت اجيب مدرب اجنبي، لو الحاجه دي ما حصلتش ما اجيبش مدرب اجنبي. الحاجه دي هي باب القيد. لو انا قدرت اوصل لحل مع سبورتنج لشبونه في مشكله شيكابالا وادفع الغرامه والباب القيد يتفتح،
يبقى انا كده هقدر اجيب صفقات في يناير اجيب مدرب اجنبي. لكن الباب القيد ما اتفتحش اروح اجيب مدرب اجنبي يقول لي لا انا عايز صفقات كذا وكذا وكذا وانت ما جبتليش زي اسوريو بقى وانت ما جبتش وانت ما عملتش ما انا مش هقدر اجيب. كانت حجه اسوريو كل وهو حقه هو حقه لان هو هو اما جه كان ما كانش قيد مقفول اعتقد فهو حقه. لكن في النهايه معتمد جمال اعتقد يكمل وياخد فرصته كامله اذا باب القيد مش هيتفتح. هو ادرى واحد باللعيبه اللي موجوده ومن حقه ان هو كابن من ابناء الزمالك ياخد فرصته كامله ويكمل. اما لو انا هقدر اجيب صفقات ساعتها ممكن استعين بمعتمد جمال كعنصر في الجهاز الفني واجيب مدرب اجنبي قوي واخش بقى في البطولات انافس على كل البطولات. يعني انت رابطها بالقيد. بالقيد اه لكن لو هدي معتمد جمال فرصته اديها له كامله يعني ياخد فرصته لنهايه الموسم خالص بقى واعلنها عشان هو يطمن ويشتغل. دي نقطة مهمة جدا ان انا لو اعلنت للمدير الفني انك انت مكمل لنهاية الموسم فهو يبتدي بقى خلاص انا ما بتعاملش على اني مدرب مؤقت. صحيح. هشتغل يومين او شهرين ثلاثة لحد ما القيد مثلا الشتوي يتفتح وبعد كده نجيب ناس وصفقات وغيره. بالظبط. وانا مش هبقى موجود فدي برضو نقطة من النقاط اللي تفرق برضو مع المدير الفني دلوقتي. بالظبط. هو كده كده خلال ممكن اسبوعين موضوع القيد ده يتحسم. يعني ممكن خلال فترة صغيرة جدا هتلاقي سبورتنج لشبونة رد على عرض الزمالك بتقسيط المبلغ على قسطين ومقدم. لو سبورتنج لشبونة رد بالموافقة وخلاص الزمالك باب القيد هيتفتح ساعتها انا ممكن اتعاقد مع مدير فني ياخد فرصته بقى بداية من يناير ويجيب صفقات يساهم في اختيارها ويكمل. جه الرد بالرفض اعلنها صريحة ان معتمد جمال مكمل لحد نهاية الموسم. دي بس انت برضو بصراحه يعني كان الله في عون مجلس الاداره وقف قيد مستحقات ارصده كمان اللي هو حلها وبعد كده عندك لعيبه عايز تعمل صفقات جديده مزبوط. يعني مشاكل ماديه برضو كبيره جدا. فلو رتبنا الاولويات دلوقتي نشتغل على ايه الاول؟ الاولويات دلوقتي اولويات اولويات دي اللي هو في حاجات مهمة بس أنا أقدر برضو أستغنى عنها. هو المجلس أعلن عن طريق المتحدث الرسمي أحمد سالم ولو بالمناسبة يعني برضو قرار تعيينه كان قرار جيد وواجهة جيدة جدا لنادي الزمالك. أعلن طبعا. إن الأولوية لتجديد تعاقد اللاعبين ودفع مستحقاتهم علشان أحفظ التماسك الداخلي للفريق. أحافظ على القوام الأساسي. التماسك الداخلي ده لو فرط مني أي صفقات هتيجي تتضاف عليه مش هتفيد في حاجة. أنا لازم أكون عندي الأساس القوي لو ضم له عناصر تفيد الفريق. لكن لو انا كنت حريص ان انا اتعاقد مع لعيبه بمبالغ عاليه او حتى اجدد للعيبه زي فتوح بمبالغ مبالغ فيها ده هيبوظ لي اوضه اللبس. فالاولويه للتماسك الداخلي يتحقق ازاي؟ يتحقق بان انا ادفع اول حاجه المستحقات اجدد للعيبه بمبالغ معقوله ومفهومه فبالتالي يكون في عداله في الفريق فاحافظ على الروح اللي اتخلقت في ماتش بيراميدز ومن قبليه بعد القرارات التاريخيه اللي اتخذت مع اللعيبه اللي تمردت. فلكن ان انا اروح مثلا اتعاقد مع مدير فني بمبلغ خيالي مش ده الاولويه. صح. مش ده لو ده هيعطل لي او هيضر اوضه اللبس فلا اكمل بالمدير الفني المحلي افضل. لسه عندنا كلام كتير وعمرو ولكن هنطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونكمل كلامنا. ورجعنا لكم مره ثانيه واسم كاملين كلامنا مع عمرو شاوي المحلل الرياضي ولكن معايا خبر مهم جدا عايز اقوله لحضراتكم. قرر مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه طبعا كابتن حسين لبيب توفير 50 حافله مجانيه لنقل الجماهير من القاهره الى استاد برج العرب وده يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله لمؤازره ودعم فريق الكره الاول في المواجهه الهامه امام ابو سليم الليبي بافتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطوله الكونفدراليه الافريقيه. ومن المقرر أن يبدأ تجمع الجماهير في تمام الساعة 10 صباحا يوم الحد اللي جاي أمام بوابة رقم 1 وده لنقل المشجعين من أمام مقر النادي لاستاد الجيش بمدينة برج العرب باسكندرية ثم العودة مرة أخرى لنفس النقطة ويشترط تواجد الجماهير أمام مقر النادي بتذكرة المباراة والفان آي دي من أجل استقلال الحافلات والتوجه إلى الملعب ثم العودة للقاهرة مرة أخرى بعد انتهاء اللقاء
وتأتي خطوط توفير الحافلات من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب حرصا على توفير كافة سبل الراحة للجماهير البيضاء ودعما لفريق الكرة الأول في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، ويواجه فريق زمالك نظيره أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب اسكندرية، وده ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. الحقيقة واحد من القرارات الهامة جدا جدا من قبل مجلس الإدارة لدعم للجماهير، بيقول إن قد إيه الجماهير مهمة جدا في هذه المباراة، ودعم الجماهير مهم جدا في المباراة دي لمؤازرة الفريق. توفير 50 حافلة رقم طبعا كويس جدا لنقل الجماهير من امام النادي زي ما قلنا حضراتكم من الساعه 10 صباحا هنروح لحد استاد برج العرب، بعد كده بعد انتهاء المباراه هيتم تاني عوده الجماهير الى مقر نادي الزمالك امام بوابه رقم 1، ولازم يكون مع حضراتكم الفان اي دي، ده مهم جدا، وتذكره طبعا المباراه دي، بس الشروط لوجودكم في المباراه. رايك ايه يا عمرو في هذا القرار؟ قرار هايل جدا جدا، وجمهور الزمالك اصلا انت كده كده لو ما وفرتلوش حاجه هيروح وهيدعم ويساند، فما بالك لو وفرت له 50 حافله تنقله لبرج العرب. فلا اتوقع ان يكون الماتش ده رغم ان هو في الماتش لسه في البدايه ومع فريق اسم ممكن ما يكونش كبير مع كامل احترامنا ليه، لكن ممكن نشوف ملحمه جماهيريه في المباراه دي لاعاده الزمالك لمكانه الطبيعي في البطولات القاريه. طبعا الرهان الكبير برضو فعلا على الجماهير اليوم ده، وجودهم مهم جدا 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 لدعم الفريق، يعني هم برضو اللاعب رقم واحد وهم اللي هيصنعوا الفارق في المباراه. بحب قوي لما الناس بعد كل مباراه تتكلم على جماهير نادي الزمالك وقد ايه هي جماهير واعيه وقد ايه هي جماهير بتعمل ملحمه وقد ايه هي جماهير منظمه جدا ومحترمه جدا. تشرفي بالانتماء ليهم جدا طبعا، ده ما فيهاش كلام، وان الناس تتكلم انه ايه ده، ازاي الجماهير دي كده، ازاي بتدعم بالشكل ده، ازاي موجوده بهذا الكم. الناس دي عندها اشغال وعندها حياه، ولكن وجودهم في المباريات هم قد ايه حاسين باهميه وجودهم طبعا لدعم الفريق. ان شاء الله ان شاء الله في اليوم ده باذن الله نكسب في اول مشوارنا ان شاء الله. طبعا عايز اكلمك على ايه انسب طريقه يلعب بيها نادي الزمالك في العموم، انسب طريقه بتتناسب مع الزمالك بيقدر يحقق فيها الفوز. ماشي، انا يموت المباراه كده من بدايتها. انا هتكلم مش بس عن مباراه سليم الليبي، هتكلم عموما في الفتره الحاليه في ظل النواقص الحاليه في طريقه الزمالك ممكن يلعب بيها توفر عليه عناء كبير جدا. الزمالك عنده مشكله في الخروج بالكوره، لان ما عندوش في نص الملعب اللعيبه اللي تخرجوا بالكوره بسلاسه من الخلف للامام. فانا عندي ميزه كبيره جدا في الفريق، عندي جناحين يمين وشمال بيعرفوا يلعبوا عرضيات من الثبات ومن الحركه، دي ميزه نوعيه، يعني مش اي جناح بيعرف يلعب عرضيات من الثبات ومن الحركه. في 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 اجنحه مميزه جدا في عرضيات من الثبات. انت عندك ناحيه اليمين زيزو مميز جدا جدا في ارسال العرضيات من الثبات ومن الحركه. يعني مثلا لو لو لو, لو شفنا مثلا مباراه مصر وزامبيا مؤخرا، صنع هدف لحمدي فتحي بالدماغ. صنع هدف ازاي؟ جات له الكوره وقف عليها وقام لعب عرضيه مظبوطه جدا لحمدي فتحي سجلها هدف بمنتهى السهوله. نفس برضه زيزو لو نفتكر هدف مصطفى محمد في الرجاء المغربي في ماتش 3-1 في القاهره في 2020، بيجري وبيقطع مسافه ناحيه اليمين وهو بيجري بيلعب العرضيه من الحركه. مش اي لعيب بيعرف يلعب، يعني مثلا عندنا فتوح مثلا مميز جدا في العرضيات، ما بيعرفش يلعب عرضيات من الحركه مثلا يعني. فمش اي لعيب بيعرف يلعب عرضيات من الثبات ومن الحركه. احنا عندنا جناحين يمين وشمال مميزين في دي. انا قلت زيزو ناحيه اليمين ومصطفى شلبي اللي للاسف غايب عن مباراه ابو سليم، لكن مصطفى شلبي برده ممكن برده نفتكر في مباراه بيراميدز 2-2 في الدوري صنع هدف لابراهيم انضاي من ضربه ركنيه، بيعرف يلعب عرضيات من الثبات. وبرده هو مصطفى شلبي صنع هدف لانضاي برده في مباراه طلائع الجيش في الدوري السنه اللي فاتت، جري وقطع مسافه طويله جدا ناحيه الشمال وهو بيجري لعب العرضيه حولها مصطفى. شلبي برده من اللعيبه اللي فاقت الموسم ده. مظبوط، هو مميز جدا 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 في النقطه اللي بقول لك عليها دي، ارسال العرضيات من الثبات ومن الحركه. فانت ما عندكش في العمق حد يبني الهجمه، لكن عندك على الاطراف اثنين لعيبه مميزين جدا في العرضيات. تمام. وعندك مهاجم اسمه ناصر منسي بيجيد اللعب براسه. حصل. وعندك سيف الجزيري مش بطال. وعندك اثنين لعيبه بيعرفوا يقوموا بدور المهاجم الوهمي. اوباما وابراهيم انضاي. الاثنين عندهم حته ان انا ادخل المنطقه واسجل بدماغي. فانت لو لعبت على العرضيات واعتمدت على الاطراف هتوفر على نفسك عناء ان انت توجد حد في النص يبني لك الهجمه وانت ما عندكش. بس دي
العرضيات. العرضيات هي وكده كده مدافعين افريقيا بيتلخبطوا وبيتلخموا وبتاع، فانت في العرضيات هتعرف ازاي تموت الماتش بسرعه بمنتهى السهوله والسلاسه. اخر سؤال عايز اساله لك، لو قلت لك ايه هي اهم الصفقات اللي نادي الزمالك محتاج ان هو يعملها لو ان شاء الله قيد اتفتح في الميركاتو الشتوي؟ هاخد من كلامي اللي لسه بتكلم فيه ده، احنا مشكلتنا في ايه؟ في بناء الهجمه من العمق. ما عندناش لعيب وسط رقم 8 من وقت رحيل ساسي ثم امام عاشور. الزمالك ما عندوش لعيب وسط رقم 8 اللي هو بيعرف ينقل الفريق من الخلف للامام ويعرف يمرر تمريرات فيها ريسك ويعرف يوزع اللعب ويتحكم في رتم المباراه. ما عندناش اللعيب ده. فالزمالك لو انا في ايدي القرار، وانا قابلت قريب استاذ احمد سليمان قلت له الزمالك محتاج لاعب وسط رقم 8 اول حاجه في الصفقات. تمام عمرو، انت كنت منورني النهارده والكلام ما خلصش ولسه عايز اتكلم معاك كتير، ولكن ان شاء الله اللقاءات اللي جايه كتير، ولكن انا استمتعت الصراحه باللقاء معاك النهارده. انا استمتعت اكتر باللقاء معاك الصراحه. اشكرك جدا. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واشكر حضراتكم دائما وابدا على المتابعه، واشوفكم ان شاء الله يوم السبت في حلقه جديده من برنامج اخبارنا.